هذا سائل يقول: هل مشاهدة القنوات الفضائية التي يقوم عليها سحرة ويروجون له، هل من يشاهدها فقط للتسلية يدخل في الوعي لمن أتى كاهن أو ساحر؟ نعم، الذي يشاهدها ولا ينكرها وإنما للتسلية يدخل في الإثم، ويكون شريكا لهم في الإثم، ويكون في حكم من ذهب إليهم، في حكم من ذهب إليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أصحاب السنن. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. فهذا في حكم من أتى إليهم، إذا فتح المذياع أو الآلة التي معه أو الإنترنت أو التلفاز على هذه المحطات ليتفرج ولا ينكر، فإنه يكون شريكا لهم في الإثم. هو الذي جاء بهم وفتح المجال لهم عليه وعلى أولاده، فيكون كمن ذهب إليه. وكذلك الله جل وعلا قال في القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فأنت مثل الجالس معهم، أنت مثل الجالس، لا فرق بينك وبين الجالس معهم، تشاهد كل شيء وترى كل شيء، بل قد يكون عندك أوضح من الجالس معهم. فهذا خطر عظيم، يجب على المسلم أن يبتعد عنه ويبعد عنه أولاده وذريته وأهل بيته، وينصح إخوانه المسلمين بالابتعاد عن ذلك. نعم.